ثلاث أسئلة، ثلاث هدايا. السؤال الأول نبدأه؟ نبدأ بسم الله. تفضل. السؤال الأول، دولة صاحبة أكبر شريط ساحلي في العالم هي؟ اقتراح الأول، الولايات المتحدة الأمريكية. اقتراح الثاني، النرويج. اقتراح الثالث، الصين. ورابعا كندا. الجواب الأول الولايات المتحدة الأمريكية. الله، قبل ما تجاوب دولة، دقيقة برك، قبل ما تجاوب لازم تحط الهدايا على الاقتراح نتاعك. واش تختار؟ السكوت من فضلكم. تحط كاع الهدايا على الإجابة تاعك ولا تفرق الهدايا؟ فهمت السؤال؟ عندك ثلاث أسئلة، مازال باقي المشوار. انت قبل ما نكملوا الفترة الزمنية جاوبت، اكتب مانتوني لا ريبونس تاعك ولا لا؟ هذا هو السؤال. غادي نقعد فيها. سير سير. الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي عندها أكبر شريط ساحلي. باش تشوف باللي الأسئلة، انت نورمالمون تقري في تاريخ وجغرافيا والعلوم الاجتماعية والإجابة. كندا هو أكبر شريط ساحلي في العالم. كنت واثق من نفسك. أنا ما دلنا نشوف، باش تشوف باللي الأسئلة ما راهيش تابعة اختصاص تاع المتنافس. ما هي المساحة الثانية في العالم بعد روسيا؟ ما أكبر هي كندا. هذا هو البروبلم يا أحمد. الشريط الساحلي الليتوغال. الساحل عكس الشارع، عكس السهول الداخلية. معليش، هذه هي المنافسة وبالك ستريس شوية مع الأضواء. مشي التعب، تعب تاع الطريق ولا؟ معليش تعب. نعم. معليش أحمد. تعب. شكرا للمشاركة يا أخ أحمد، تستفاد من هذه الهدية. قلت لي بلي راك فيونسي. لا، خاطب. هذه الهدية غادي تفرح إن شاء الله الخطيبة تاعك. نعطولك هذه الهدية. من أنا نهديها لأمي الأولى. أمك الأولى؟ أمي الأولى. خلاص خطيبة السنة. عندك هدية تروح بها اليوم، ترجع بها اليوم إن شاء الله إلى البلاد تاعك. عندك هدية قيمتها 30,000 دينار، 3 ملايين إن شاء الله. مهدات من عند مست، يعطيه الخير، للعطور، محلات فيها المكياج اكسترا اكسترا. كاين أكثر من 10 محلات في الجزائر. هذه هي، ونزيدوا لها الوالدة، بالك الوالدة تفرح تاني إن شاء الله. نزيدوا لها باقة من المنتوجات لسواليس إن شاء الله. شكرا. الراعي الرسمي في هذه الحصة هذه تفرح إن شاء الله. الوالدة تاني شامبوان إن شاء الله، كل شيء كل شيء كل شيء، ديودورون. شكرا. أبري شامبوان. يعطيك الصحة. سلام يا خويا أحمد على المشاركة تاعك، وما تسرعش. أيوة، هذه قوانين اللعبة. لو كان فرقت شوية على حسابك، كنت تحط واحدة في كندا وواحدة في لندن. مازال ما نمتش. معليش، كلمة أخيرة يا خويا أحمد، تفضل. أشكر أول حاجة، أشكر الجمهور على المشاركة معنا، وأتمنى الحياة سعيدة للجمهور وللوالدين، وأوجه للزميل تاعي عبد القادر المقدوم تحية، وأستاذ كذلك في مادة الرياضيات سي حاجة سي أحمد، وأتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله. شكرا شكرا يا أحمد، جازانا من معسكر أخلى. صاي خسرنا ورايح. أياني رايح، باي باي. صاي خسرت. نو مازال استنى نشوفوه مع بالك بليش حكايه من واحد راه يشوف فينا. كاين بزاف بزاف راه يتابعوا فينا يوميا. نذكر باللي واحد من الببليك يستفاد تاني من الهديه باقه من المنتوجات لمجمع اج، يفرح بها في شهر رمضان. ونتلاقاو بيان سور غدا دومان نرجع ميم الويكاند، رانا هنا.